مرحبا بحضراتكم مرة تانية. ويمكن احنا زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، هو يعني فوز بس هو فوز صعب لمنتخبنا وغير متوقع طبعا على غينيا بيساو. وممكن البعض يختلف مع كيروش في التصريحات، يقول لك لا معلش ده فريق برضو يعني مش في مستوى ابدا منتخب مصر، كان ممكن ان احنا نحصد نقاط وممكن ان احنا يعني نشوف مباراة افضل من كده. البعض الاخر بياخد الموضوع على ان ما فيش يعني فرقة ضعيفة او منتخب ضعيف والماتشات كلها مهمة وغيره، ماشي برضو ما اختلفناش، بس زي ما كنا بنتكلم في مستويات مختلفة. على كل حال خلينا نتكلم في كل الامور دي، فكرة برضو التغييرات اللي احنا اتكلمنا عنها ليه كيروش والمقارنة بين كيروش وبرده كوبر مع منتخب مصر، ان في كلام كتير جدا ممكن ان هو يتقال. يعني خلينا نرحب بقى بكابتن عادل طعيمة، وحضرتك كنت معانا قريب واتكلمنا في ده وقتها كان عندنا بصيص من الامل، هل احنا لسه عندنا البصيص ده؟ انا ما كانش عندي بصيص، انا كان رايي واضح من اول لحظه من بعد ماتش ليبيا. حضرتك رايك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبدايه انا من 3 شهور كنت بتكلم بعد ماتش ليبيا ولما رايحين البطوله العربيه وعملت لي اختيارات، فانا شايف كراجل بشتغل في المهنه دي بقالي فتره كبيره، بحس انه الراجل في اختياراته وفي تصريحاته وفي اختياره ما كانش المرجو بالنسبه لينا كمصريين، لأن عملية الاختيارات وعملية التفكير المنظم بيديلك إحساس بالأمان طبعًا. إن أنا ببقى مطمئن إن أنا فرقتي هتأدي أداء على الأقل فوق الممتاز، لأننا عندنا لعيبة على أعلى مستوى في صحيح. كل مركز طبعًا. فنلاقي اختياراته بيختار ناس ما لعبوش دولي خالص رايحين في بطولة وراها بطولة وراها بطولة، 3 بطولات ورا بعض، البطولة العربية أمم أفريقيا وبعدين تصفية كأس عالم. فأنا إذا ما كانش يبقى تفكيري منظم وأنا بختار اللعيبة اللي أنا هخش فيهم البطولة العربية ثم أمم أفريقيا ثم تصفية كأس عالم، مفيش الفكر ده مش موجود. وزي ما أنا قلت معاكم قبل كده إنه بيقول دايما إن إحنا افريقيا احنا كمصريين يعني الهرم وابو الهول وبتاع، يعني احنا ماضي ما لناش حاضر ولا لينا مستقبل. ليه كده؟ هو قال كده. هو قال كده، فعشان كده انا قلت السي في بتاعه احنا كمان ما لناش دعوه بالسي في بتاعه، احنا لينا اللي على الارض، ايه اللي هو بيعمله على الارض. غريب قوي فعلا قال كده والله. فانا يعني من 3 شهور كنت يعني يمكن ضد الموجه كلها كانت ماشيه، واحنا طبعا بنبقى عارفين وحاسين بالخوف لأن دي مهنة واضحة بالنسبة اللي بيشتغلوا فيها. ببقى عارف في عملية الاختيار أنت بتختار ناس ما عندهاش ولا ماتش دولي، مع أن عندك أنت في المنتخب الأولمبي في لعيبة عندها 50-60 ماتش دولي، ودي زي ما بتقول نهواند بيبقى فيه فرق في المستويات ما بين اللعيبة وما بين الفرق. مظبوط. فمش ممكن أبدا أن أنا أفضل كل ماتش ناس طيبين جدا مصريين بصراحة. انا بجد للراجل المبرر، راجل جاي بياخد مرتب محترم جدا. المرتبات دي ما بياخدوهاش في دول الخليج، يعني دول الخليج المرتبات العاليه قوي دي اللي بتعدي ال 100,000 يورو، دول الخليج الغنيه جدا ما بتديش المبالغ دي، ما بتديش لواحد في ماسك مدير فني الاتحاد المبالغ ديت بالعربيه ومفيش اي انتاج. بداية بنقول مبروك للـ3 نقاط بتوع امبارح، لكن أنا برضو زيك وزي أي مصري بيحب بلده بيحب فرقته أحب دايما إن فرقتي بتكسب وبتأدي الأداء الكويس. طبعا لحد النهاردة مفيش هوية للفرقة، يعني أنت لما تيجي تتفرج على مثلا تيم المغرب بيأدي بشكل معين، الراجل بيضغط بطريقة معينة بيبتدي هجمته بطريقة معينة بهجماته منوعة، في لعيبة مميزة في كل مركز طبعا. في قيادة في كل مركز، في حد أدنى مرتفع من الجودة والإجادة واضحة عليهم أكيد. التيم اللي احنا شفناه امبارح يا كريم نهوان الحقيقة أنا بعتبره يعني شفنا كل فرق الأفريقية حتى اللي موجودين دلوقتي الـ 16 فرقة، أقل فرقة في أفريقيا كلها الفرقة اللي احنا لعبناها امبارح. ده اللعيبة مش عارفة تستلم ولا تسلم ولا تغطي ولا تهاجم ولا حاجة أبدا. يمكن الراجل اللي نزل وعمل الفاول وجاب الجول ده يمكن ده يعني فيه سنه مهارات يعني سنه مهاره، انما مين لفت نظرك امبارح في الفرقه بتاعت امبارح اللي احنا
كسبناها بمعاناه. اه ده الفار كتر خير الفار بس والله كنا الفار يعني مساعات الفار مساعات الفار بيبقى فار يعني ما بيعملش حاجه. فالحقيقه يعني بنقول مبروك الثلاث نقاط، وبرضه بنتعشم ان الراجل في الماتشات اللي جايه، على الرغم ان انا السودان اعتقد انها اقوى شويه طبعاً من تيم بس احنا هنقضيها عشم يا كابتن عادل. احنا بقالنا فتره طويله متعشمين، وعشمنا دايما بيثبت في نهايه المطاف انه في غير محله. لا بنشوف اداء مرضي، ولا بنشوف نتيجه مرضيه، ولا بنشوف حاجه تطمنا على ان ده منتخب مصر اللي المفروض ان يكون بيتعمل له الف حساب من كل الفرق اللي بيلعبوا معاه. احنا شفنا اداء مترهل، خطه بعنوانها لا خطه، ده ايه ده لما استجد علينا يعني اداء بتاع امبارح ماتش امبارح، يعني ده احنا كده ايه بعد ما اتنطقنا، ده كانت الدنيا يعني رايحه في داهيه كمان قبل كده. فهنفضل على الوضع الحزين ده لغايه امتى؟ والله شوف احنا حذرنا من اول ماتش، من اول ماتش ليبيا، ليبيا اللي ما فيش لا دوري ولا ما فيش حاجه خالص. وشوف احنا الماتش الاولاني في ملعبنا 1-0 بالعافيه، جول راجل مميش اظني، وهناك طبعا كان ناقصهم مجموعه كبيره من اللعيبه، احسن مهاجم عندهم ما والاخره. بعدين رحنا البطوله العربيه واحنا حذرنا، قلنا البطوله العربيه كل الفرقه رايحه يا بالصف الثاني يا بالصف الثالث، يعني الجزائر رايحين بالصف الثالث بمساعد المدرب، السعوديه فريق الاجبال، الاردن باللاعب الاردن يكسبون الشوط الاولاني 4-0 وتحسن في الشوط الثاني، ثم انت بتلعب السودان ولبنان، لبنان 1-0 بالعافيه. فكل لما نقارنه مثلا بموسيماني، موسيماني من اول ما جه دخل على الوداد شوف الاداء مختلف، الاداء طبعا راجل فيه فكر، المدرب عنده خبرات، عنده عارف يعني ايه شخصيه وهويه النادي الاهلي. فمن اول مباراه عارف ان النادي الاهلي والقماشه اللي زي ما بيقولوا في الشارع طبعا. القماشه اللي معاه تقدر انها تبدي من تحت، تقدر انها تهاجم من الاطراف، عندها تسديد، عندها اختراق من العمق، عندها كل المقاومات في كل مركز. الراجل ده عنده 18 فرقه في الدوري الممتاز، اختياراته غريبه جدا، خلاصه من كل واحده صحيح، اختيارات غريبه جدا بيختارها. فبنحذر قلنا مره واثنين وثلاثه، قطر الشوط الاولاني بتلعبنا بالرديف كله، وبعدين الشوط الثاني ابتدوا يدفعوا باثنين ثلاثه، وبعدين في ضربات الجزاء بيتفوقوا علينا وياخدوا الميداليه. سيبك من الميداليه وسيبك من اي حاجه، مفيش اداء صحيح. يعني الاداء ان انا الكره لما تيجي تقطعها كده كشريط بتلاقي المدرب عنده اكتر من طريقه للعب، وبعدين بتبص تلاقي كل 3-4 لاعبين بيعملوا جمل معينه، فانت لما تقطع المباراه تلاقيها عباره عن 5-6 جمل اللعيبه بتنفذها، اللي زي ما كانتش الجمله دي تلاقي الجمله الثانيه. امبارح شفنا ما فيش خطه كانت واضحه، يعني يمكن شفنا زي ما احنا بنتكلم اللعيبه في مركزها الاساسيه ودي الاول مره، ولكن ما فيش خطه واضحه، ما هو دي او دي النقطه. يعني انت شفتي الشوط الثاني، انا مش عارف محمد صلاح بيلعب فين، زيزو بيلعب فين، محمد صلاح محمد شريف بيلعب فين، هو بيلعب فين، هو مش عارف والله. يعني الجول اللي هو جابه يعني في ليفربول حاجه ثانيه خالص، وشفنا ليفربول من غير محمد صلاح بيتفرجوا عاملين ازاي طبعا. كل الماتشات اللي الراجل بيأدي بيها الحقيقه انا مش مطمئن، جايز اتمنى يبقى الماتشات اللي جايه يبقى فيه، لكن بنحذر من دلوقتي عشان ما يتقالش انتوا ليه ما قلتوش، انتوا ليه كنتوا ساكتين. لا احنا قلنا مره واثنين وثلاثه يا اخوانا، احنا رايحين تصفيه كاس عالم، كاس عالم دي مهمه جدا بالنسبه لنا كمصريين في قطر في بلد عربي شقيق، واحنا كلنا بنتمنى ان احنا نبقى متواجدين. واحنا شفنا هيبقى اكتر جمهور تقريبا في البطوله دي هيبقى الجمهور المصري، فاللي احنا نتمناه اتحاد الكوره الجديد يبقى فيه وقفه، يقعدوا معايا ناس فنيين يقولوا له انت دماغك فيها ايه، يعني انا عايز اعرف انا عايز اعرف انت عايز مننا ايه، انت بقى يعني انت بتنسى ولا يعني انا عايز اعرف في ما انت لا بتنسى ايه، مش عارف قدرات اللعيبه. انت لما تيجي تتفرج على اي تيم، انت امبارح في ماتش مهم قوي كان بتلعب تشيلسي مع الماني يونايتد، شوف الكوره بتتلعب ازاي، الاستحواذ ازاي، والضغط ازاي، والهجوم ازاي، والعمليه دي مستمره لمده 100 دقيقه، فكر مدرب اللعيبه بتنفذه، وبعدين حتى التغييرات والبدايه من التشكيل بتلاقي حاجه ممتعه، الشوط بيعدي كانه دقيقه والشوط وهكذا. فاحنا
هو امبارح عجبني قوي تعليق حد كان بيسمي المباراه تحت شعار، يعني لخص المباراه بيقول لك المباراه بالامس كانت تحت شعار منين يودي على فين. فبصراحه يعني انا فاكر كريم قال لي الراجل ده هيشلني. لا حاجه حزينه ان احنا في الاخر بنتكلم على منتخبنا الوطني وما نستحقش ده. ده كان طبعا يعني لا المنتخب يستحق ده ولا جماهير كره القدم وعشاق المنتخب المصري اللي بيتابعوه واللي كانوا مستنيين كتير من مدربه ومن لعيبته. طب لو لو فرقنا يعني ما بين الاثنين، تعال نحيد شويه المدرب. انا عارف طبعا ان دي حاجه ممكن تبقى بعيده شويه، بس ممكن نكون وصلنا للدرجات دي ليه اللعيبه مش بتنتفض؟ ما هو دايما في عمليه الاختيار اللعيب بيبقى فكره باستمرار مع دماغ المدرب. المدرب ده بيفكر ازاي والفكر اللي جواه، زي موسيماني برضو الفكر اللي جواه موسيماني في ماتش الزمالك بتاع 5-3 ده، الفكر اللي جواه دماغ المدرب اللعيب بيقراه من قبل الماتش في المحاضره وقبل المحاضره. فانا كلعيبه يعني هل في خلاف على اللعيبه؟ يعني مثلا زيزو، محمد صلاح، حجازي، الشناوي، حمدي، السوليه، مجموعه عاليه جدا فنيا. صحيح. لما تحس في مدرب بيجي يعني يخليك متكتف ويخليك متنكد، يعني بينكد عليك، يعني مش مديك الحريه. هو منكد على الشعب كله، مش هنكد على 11 لعيب. احنا شفنا وقلت مع الكلام ده مع نوان ما كنتش انت موجود، احنا بنلاقي ديانج في ماتش الزمالك الجولين اللي جابهم كان فين؟ كان بيلعب على جوه 18. الجول الاولاني والجول الرابع. طيب والسوليه لما عمل الكوره الشهيره ديت للشريف كان فين؟ كان جوه. هما الاثنين بيلعبوا فين؟ بيلعبوا ديفندرات. فده فكر مدرب بيخلي اللعيب وهو بيأدي بيطلع كل الابداع اللي عنده. وايه اللي خلى العمري يعملها بالطريقه دي؟ الا اذا كان مبسوط ونازل عارف واجباته ايه. انما انا ابقى نازل مش عارف واجباتي ايه، حتى في المحاضره انا مش عارف هعمل ايه. ما ده بيأثر على اللعيبه بشكل سلبي جدا، حتى كتاريخ بقى والسي في بتاع كل لاعب. يعني شفنا عبد الله السعيد وشفنا يعني كذا لاعب اخر وشفنا زيزو، يعني في ناس بجد لعيبه لها ثقل بتقال عليها كلام او تعليقات مش حلوه، وده يمكن برده مش هقدر اقول ان اللاعب نفسه هو اللي لازم يشيل الحمل. ما اللعيبه برده مش بتلعب، مش هقول بطاقتها، مش بتلعب مرتاحه، يعني في برده ظلم. انت عارفه انا هو بيبقى من البدايه في عمليه الاختيار السوليه كمان يمكن، يعني السوليه مش هو السوليه بتاع بالظبط كده، فده ظلم. فعبد الله السعيد امبارح ما بيعملش غير ان هو بيروح على الطرف الشمال والكرة لما تجيله يروح موقفها ولعبها للوينج لمحمد صلاح، اتعرفت. امبارح احنا بنلعب مع تيم ملوش مدرب، المدرب عنده كورونا وما جاش الماتش، المساعد بتاعه اللي كان واقف بره، ومع ذلك اللعيبه الشوط الثاني ابتدوا ياخدوا ثقه علينا نتيجه ان لقوا ان التيم المصري ما يعني ما فيش خطوره. ابتدوا ياخدوا ثقه، ابتدوا يمسكوا كوره، ابتدوا يعملوا شكلوا خطوره. في كره في الاخر خالص الراجل راح شايطها والشناوي مسكها. كره تانية الشناوي خد اكتر من كوره، وتيم متواضع جدا والله. يعني انا بشبهه لو احنا بنلاعب اي تيم في الدوري المصري متهيألي هيبقى اقوى من التيم اللي احنا شفناه من 100%. ومع ذلك اللعيبه مش حاسه انه في انسجام، لان محدش عارف دوره ايه في الملعب. انا دوري كمدير فني ان انا اقول يا محمد صلاح انت هتلعب في المكان الفلاني، طريقتك في ليفربول احنا علشان يعني اخليها ماشيه بالشكل اللي انت تتمناه وتجيب لي منها اهداف، انا هلعب جنبك فلان علشان يعمل لك الشكل الفلاني. انما دايما تبص تلاقي محمد صلاح بيلعب مره اكرم، مره محمد ما اسمه محمد عبد المنعم، ومره امبارح عمر كمال عبد الواحد. عمليه التغيير دي محمد صلاح يبقى معذور، لانه المفروض الجبهه دي يبقى فيه نوع من التفاهم بينها، وكيمياء ما بينهم، مفيش التفاهم ده. الناحيه الثانيه نفس القصه، كل شويه العمليه بتتغير، مره فتوح، مره اشرف، ايمن اشرف، وبرده في نص الملعب اللعيبه تحس انها كمان منفعله جدا. يعني امبارح النني تحس انه عصبي قوي، عصبي ليه؟ اي فاول صغير تبص تلاقيه بيروح مشوح. برده الجانب العصبيه الى جانب اللعيبه
حاسه انها مخنوقه مش حاسه. دي حاجه نغلطهم عليها ولا يعني احنا دايما يعني بقى لنا فتره طويله بنتكلم وبنقول احنا عندنا تحفظات متعلقه بالمدرب، تحفظات معلنه بطبيعه الحال. هل حضرتك شخصيا عندك اي تحفظات على اللعيبه واحنا واخدين في الاعتبار ان هم متكتفين وقعدوا فتره طويله كل لعيب بيلعب في مركز ثاني غير مركزه، ومع هذا هل نقدر ننتقد اللاعبين؟ هل نقدر نغلطهم في حاجه من اللي حصلت لغايه دلوقتي؟ اللعيبه معذوره 100%، لان هو خدهم من البطوله العربيه في لعيبه اجهدت جدا لانها اصلا جايه مجهده من النادي الاهلي. يعني في عندك القوام الرئيسي الشناوي وفي اكرم وفي عمرو وفي حمدي وفي شريف وفي قفشه، يعني مجموعه كبيره من النادي الاهلي اصلا جايه مجهده من الدوري ومن البطولات اللي هي عاملاها، ما خدتش فتره راحه. ثم دخلت على البطوله العربيه ادوا اداء قوي جدا في بطوله انا يعني مشفق عليهم، لان انت ما كنتش المفروض تدي بالطاقه دي. كان ممكن جدا الطاقه دي تبقى عاديه، لانك انت بتلعب فرق مستوياتها زي ما بتقول نهاند فرق عاديه، يعني السودان لبنان الاردن كلها تصنيف مع احترامنا ليهم، لان بنتكلم في الكوره ما بنتكلمش في حاجه ثانيه يعني. طبعا كلها مستويات بعيده جدا عننا، احنا في تصنيف ما بين ال 40 لل 50 وهم التصنيف بيعدي يمكن ال 100. فطبعا الاجهاد ده مع طبعا حجازي جاي من الدوري السعودي برضه مجهد، محمد صلاح جاي مجهد بيلعب كل يومين ماتش، فهتبص تلاقي اللعيبه ما اقدرش ان انا احملها، لان الراجل من البدايه ما اختارش صح. من اول ماتش ليبيا عملت الاختيار، انا المفروض اخد 30 لعيب كلهم عندهم كم من الماتشات الدوليه اللي تسمح لي ان انا في اي وقت عندي ثلاث مراكز، اذا في حد اصيب الثاني والثالث على نفس المستوى من الاداء. طب مش واخد باك رايت معاك، عمر عبد الواحد امبارح مش ده مكانه. هل انت في مصر ما فيهاش باكات رايت كان ممكن تاخدها معاك دوليين؟ يعني ما في اكتر، يعني باهر المحمدي في الاسماعيلي مش كان قبل كده في منتخب مصر؟ كان ممكن جدا ابقى واخده. وبعدين الراجل بيلعب جوكر، بيلعب مساك وبيلعب باك رايت. اللي كان في المنتخب الاولمبي اعتقد العراقي ده في المنتخب الاولمبي وكان برضه عامل ماتشات كويسه، ايه المانع ان انا ابقى واخده ثالث؟ فعمليه الاختيار من البدايه خد ناس، وبعدين راح البطوله الافريقيه راح واخد ناس ثانيه خالص، وبعدين فاللعيبه حاسين انه في مفيش المدرب مش اللعيبه بس، كلنا عامه على كل حال. والله انا هنروح بس فاصل سريع كابتن عادل، لسه الحديث يعني مستمر مع حضراتكم، لسه في نقاط كتيره جدا عايزين نغطيها، اكيد نتطرق كمان للنادي الاهلي بس بعد الفاصل مع كابتن عادل تايم. يا اهلا بيكم مره ثانيه، عوده لاستكمال حوارنا مع كابتن عادل طعيمة نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا في حلقه النهارده، واللي بنتكلم معاه بقى عن كتير من الامور والتفاصيل المتعلقه بالاداء وبالنتائج اللي احنا شايفينها حتى هذه اللحظه. كابتن عادل، ما ينفعش لعيب يروح يقول للمدرب، وخصوصا لما الموضوع ده يتكرر اكتر من مره، يقول له انا مش عارف العب في المركز ده، انا مش عارف ادي في المركز ده، ببساطه شديده ان هو اصلا مش مركزي، ولا ده لا يجوز في العلاقه ما بين المدرب واللعيبه؟ لا طبعا على المستوى الكبير لا، بتبقى مطلوبه جدا، وخاصه لعيبه بحجم الشناوي بحجم صلاح. احنا شفنا في ماتش احد الماتشات في النادي الاهلي كان الشوط الاولاني اعتقد كان ادائنا غير موفق، المدرب ساب الشناوي هو اللي اتكلم. دي احيانا في اوقات معينه بيبقى اللاعب كابتن الفرقه بيبقى مؤثر جدا يمكن اكتر من المدرب، لانه بيبقى قريب جدا من اللعيب. فطبعا لما يكون لعيب فرقه عندك فيها صلاح فيها حجازي فيها الشناوي فيها عمرو السوليه فيها المجموعه ديت، المانع ان الثلاث اربع لعيبه من دول يقعدوا مع المدرب يقولوا لا، ما هو انت لو انت لا قدر الله لو نتائج ساءت وما رحتش كاس عالم مين اللي هيشيل الموضوع ده؟ ما هو الشعب المصري واللعيبه، هو هياخد شنطته ويمشي وياخد سنه ونص بتاعته. فيعني فاللعيبه يبقى ليها دور، وقبل ما يبقى اللعيبه يبقى ليها دور، انت عندك دلوقتي مجلس منتخب لازم قبل تصفيات كاس عالم لازم اتحاد الكوره، وفي عنصرين او ثلاث عناصر مهمين جدا، لما يبقى في بركات وفي حازم امام ويبقى في علام الاخ علام والاخ خالد الدرندلي اللي بنبارك لهم على الانتخابات، لازم يبقى في وقفه، يبقى في مدير فني مصري موجود بدل فنجان ده يقدر يقعد للراجل يفهمه انت بتدرب تيم بحجم مصر. مصر دي يعني ايه؟ اكبر دوله في افريقيا.
ازاي ما توصلش كاس عالم؟ يعني باي منطق يقول لك انا اوصل كاس عالم؟ توصل كاس عالم بس، ده انت اكبر دوله في افريقيا. امال غانا والكاميرون ونيجيريا وساحل العاج والجماعه دول على طول بيوصلوا كاس عالم على طول. والغرض اصلا من ان هو يجي مش ان انا اوصل بس لكاس العالم، يعني الموضوع كده غريب جدا بصراحه. انا قلت الكلام ده وقلت ازاي انا اخد اديله مكافاه في ماتشات ليبيا؟ ده في ماتشين ليبيا دول مكافاه. قالوا كده لما اوصل لما اجي البطوله دي، قال لك لا البطوله دي انا مش جاي عليها. قال كده جدا. طبعا. الاتحاد رئيس الاتحاد وقفوله والاستاذ خالد. هو بالمناسبه حضرتك شايف ان عقده منطقي؟ لان في ناس شافت ان في تفاصيل مجحفه جدا في هذا التعاقد حسستهم الى حد ما ان في سوء نيه ورا البنود دي بصفه خاصه، بمعنى ان العقد ده كتب بتفاصيل معينه تقطع الطريق على اختيار اي مدرب وطني لتدريب المنتخب. في حادثه حصلت قبل كده لما كانت البطوله عندنا هنا، وشفنا احنا الدوله ثلاث شهور نظمت اروع بطوله فاكر؟ وجي مدرب اسمه اجيري وعمل تصريح صادم في كل الاعلام وفي كل الجرايد. فالاعلان الحاجه دي طبعا كانت خطيره جدا، لا اتحقق معاه ولا حد قال له انت ازاي تقول الكلام ده. قال حاجات بتمس الجانب المادي. فانا ما حدش اتكلم. ده كان 2019 مظبوط كده؟ قال انا بمضي على حاجه وباخد حاجه. فالكلام ده قال، هل في حد حقق معاه؟ طب هل حد حقق مع الناس اللي هي عملت معاه العقد؟ فانا لما اعمل حاجه زي دي ازاي انا ده مال عام وانت مفروض امين عليه. عارف امين يعني ايه؟ يعني لازم تبقى امين جدا على الحاجه ديت، وانت بتكتب العقد تبقى انت اللي تختار، لان انت قدامك كل مدربين العالم. ما هو انا مين؟ مش هي اللجنه بتبقى لجنه معينه من الفيفا هي اللي بتبقى مسؤوله؟ يعني برضو علشان بنتكلم في الاجراءات القانونيه، هل لنا الحق؟ وقتها كان في لجنه مشكله من الفيفا تقريبا لو انا مش غلطان. ما هو حضرتك من ضمن برضو الحاجات الخطيره اللي اتعملت في تاريخ مصر وهتفضل كده لحد يوم الايام، ان انا الاتحاد المصري بحجم دوله اسمها مصر لجنه تقعد ثلاث سنين او سنتين ونص. لجنه الاخ عمرو والاخ احمد مجاهد. لجنه عمرو كان فيها خمسه وما حدش استقال. لجنه الاستاذ المهندس احمد مجاهد هم ثلاثه وواحد منهم مشي. يعني اقل واصغر دوله في العالم عمر ما حصل في تاريخها ان الفيفا هي اللي تدير طبعا الكوره لمده سنتين ونص الدوله بحجم مصر. ايوه طبعا. دي اسمها جريمه في حق مصر. فطبعا لما انا اجي اكتب عقد بالطريقه دي لابد يبقى في محاسبه. انت طيب. ازاي بتكتب الحاجه دي ويبقاش في مراجعه من الجهه الاداريه على الاقل؟ الوضع يعني استمر على ما هو عليه ده، ممكن الواحد يستشف او يستنتج ان في مؤامره. ما هي ده فكره، ده فكره تآمري. يعني لو 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 صح وثبت يبقى ده فكره تآمري اكيد. لان انا في النادي الاهلي لما طبعا دايما بنقول النادي الاهلي لانه قدوه صحيح. في افريقيا وفي العالم كله. لما بتيجي تكتب عقد بتعمل الكلام ده؟ ده كلام ما فيهوش امانه للجمعيه العموميه ولجمهورك. ده انا بالعكس احط شروط على المدرب، اذا انت ما جبتليش بطوله كذا صحيح بطولتك هتاخد الحاجه الفلانيه. ده حق الجماهير في الاول وفي الاخر يعني. وابقى انا دايما يدي العليا، لان انا اللي في ايدي ان انا اختار. يا نهوان انا اللي بختار. طبعا صح. فانا بختار بعنايه. صحيح. برضه زي ما جبنا موسيماني وزي ما جبنا فايلر وزي ما جبنا جوزيه، برضه بتيجي بشكل منظم وبشكل فيه فكر وبتخطيط، بحيث ان انا لما يجي جوزيه ياخد لي بطولات الكم وموسيماني البطولات اللي اخذها، العقد بتاعه هل في الكلام ده انه لما يجي يمشي ياخد سنه ونص؟ مدير فني ياخد 35,000 دولار او يورو ازاي؟ ايوه. بيعمل طب عمل ايه في الفتره ديت؟ ولا حاجه. على الاقل في الاعلام احنا ما قريناش حاجه وما شفناش حاجه. ويقول لك بقى ايه بقى يستفزك بقى، يقول لك ايه عربيه جديده. عربيه جديده ليه طيب؟
طب اجيب له اوبر. طب عربيه مستعمله بقى وموديل 90. طب اوبر. طيب طب اوبر وانت انت هتروح فين؟ ما الاتحاد للفندق يعني. على كل حال يعني هنقول ربنا يستر يا رب ويكون معانا كابتن عادل مره ثانيه ونشوف، لان خلاص ما فيش يعني هو ما فيش رفاهيه اي حاجه، مش حتى يعني الوقت. ف هو ربنا يستر وكل حاجه زي ما حضرتك بتقولي. بس نمره واحد لازم حد يحاسب. لا نقف 100%. علشان كاس عالم بس. انا ما يهمنيش ام افريقيا. صحيح. انا يهمني كاس عالم. احنا يهمنا كل البطولات، بس يعني لو هو هيقعد يتكلم عن كاس العالم كتير وريني هيحصل ايه. يعني عايزين نشوف فعلا اللي هيحصل. نورتنا يا كابتن عادل. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لك. سعدنا بوجود حضرتك معانا كالعاده، وان شاء الله نشوف حضرتك على خير. واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. ان شاء الله بكره يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.